يركز على أربعة أركان. أي إنسان سيء الخلق لو راقب في نفسه هذا الخلق لن يخرج عن واحدة من هذه الأربعة. أما الركن الأول فهو الجهل، والركن الثاني الظلم، والثالث الشهوة، والرابع الغضب. الجهل والظلم أصل ابن آدم، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن استضاء بنور الوحي قل جهله أو انعدم، وقل ظلمه أو انعدم. الجهل يريه القبيح حسنا والحسن قبيحا، والكمال نقصا والنقص كمالا. وأي خلق يترتب على الجهل بحقيقة الأشياء أو بأوصافها، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيكون كريما في موضع الإمساك، ويكون ممسكا في موضع البذل، ويكون شجاعا في موضع الإمساك، ويكون مندفعا أحيانا ويترك ضد ذلك. يضع البذل مكان البخل، والبخل مكان البذل، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والشهوة تحمله على البخل والحرص والشح، والغضب يحمله على العدوان وعلى الحسد وعلى الكبر. فما من صفة سيئة في ابن آدم إلا وهي تندرج تحت واحدة من هذه الأركان الأربعة. سوء الخلق أصل كل بلية في الدنيا، سوء الخلق لا تصلح معه حسنة، وحسن الخلق لا تكاد تظهر معه سيئة. عشان كده أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحسن أخلاقنا في تعاملنا مع الناس كافة. الشرير ستجتنب شره بابتسامة، على الأقل لن يؤذيك. اللئيم لن يؤذيك. أما الكريم فقد استرققته، يعني أدخلته في الرق، كما قال القائل حكيم الترمذي: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك.